خير إن شاء الله سيد إسلام، ليش مزاجك معكر اليوم؟ والله يا دكتور راحت علي صلاة العصر. كيف هيك؟ شو نسيت الموعد؟ لا لا دكتور، لكان شو؟ لك وأنا عم صلي خرجت مني ريح. ما فهمت، شو يعني خرجت منك ريح؟ إيه علينا دكتور، يعني كل مرة لازم أشرح لك بالتفصيل. يا سيد إسلام صدقني أنا مو خبير بالمصطلحات تبعك. طيب طيب، خروج الريح يعني الفساء، خروج الريح مع صوت يعني ضراط. ايوه، وانت خرجت منك ريح؟ ايه. خلال الصلاة؟ ايه بالمسجد؟ ولك ايه. وبجنبك ناس؟ يا عمي ايه. والريح كانت بصوت ولا بلا صوت؟ لا بلا صوت، لو بصوت اتبهدلنا، بس هيك ولا هيك الريح تفسد الصلاة دكتور. فهمنا انه الريح تفسد الهواء، بس ليش بدها تفسد الصلاة؟ وبعدين كيف تأكدت انه خرجت منك ريح وانت ما سمعت صوت؟ تأكدت من الريحة، مجرد الشك في خروج الريح ما بيفسد الصلاة، العملية إلها ضوابط فقهية دكتور. إن شاء الله نفكر الشغلة شوربا. احكي لنا لكان عن الضوابط الفقهية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني شم ريحة دكتور، وأنا ما سمعت صوت بس شميت ريحة. مرة تانية دير بالك قبل ما تروح على الصلاة، وتجنب أكل القرنبيط والفاصوليا. الله وكيلك، في كل مرة قبل الصلاة بفحص نفسي إذا كنت محصور أم لا. فعن ستنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وشو هدول الأخبثان؟ يعني عيب منك الغائط والبول دكتور، ما بيصير الواحد يصلي وهو محصور. بالنسبة لمدافعة الأخبثين، طبعا الأخبثان هما الغائط والبول، يعني إذا كان الإنسان محصورا وصلى. الحصر نوعان، هناك حصر يسير وهناك حصر شديد. الحصر اليسير تكره معه الصلاة. إيه الله يبعد عنك شر الأخبثان سيد إسلام. تقبل الله دعاءكم دكتور.